وينبغي استعمال المعجون قبل الفجر واستعماله بعد المغرب، بحيث الإنسان يحتاط لنفسه، لكن لو احتاج إليه لضرورة لأن عنده بخر وتغير رائحة وكذا واستعمله، فإنه ينبغي أن يحتاط لنفسه ولا يبتلع شيئا من المحلول. فمن فعله واحتاط لنفسه ولم يدخل شيء إلى حلقه من المحلول فلا شيء عليه ولا حرج عليه. ولذلك العلماء يقولون الإقدام عليه مكروه إلا لحاجة شديدة. والنبي صلى الله عليه وسلم مدح خلوفه، فمن الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فما ينبغيش إنسان يغير الخلوف وهو تغير الفم بسبب الصيام. أما إن كان عنده سبب آخر يدعوه إلى ذلك ودعته حاجة شديدة، فعليه أن يحتاط بحيث لا يتسرب شيء إلى حلقه، فإذا لم يتسرب شيء فلا حرج عليه وصومه صحيح. ولكن إذا تسرب إليه شيء فيجب عليه أن يقضي. وإذاك الاستياك بالجاف، العود الجاف، هو أولى وأحسن في هذا، لأن الاحتياط منه أسهل.